السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السي مصطفى مرحبا. بارك الله فيك سيدي الحسين. ما هو الجديد؟ الجديد السي مصطفى، الجديد القديم من طبيعة الحال هو بعض المنتوجات ديال شركة بنافيه كما كتشوف. بغيت نذكر به يعني زبناء ديال رواق الخليج وبخور اللبان كما كتشوف ديال شركة بنافيه. اللبان سيدي الحسين يعني فيه اللبان، اللبان المعروف عنده. فيه الريحة ديال اللبان. كاين اللبان ديال التجميل وكاين اللبان ديال البخور. بطبيعة الحال هذا فيه الريحه ديال اللبان. هما هاد الحبيبات نيت مع العود. هما هاد الحبيبات، هذا اللي معروف اللي كيعرفوا الناس بزاف هو هذا اللبان هذا ديال البخور. الله على ريحه. ايه وهذا دابا مزجوج مع فيه حتى الريحه ديال العود. شوفوا شركه بنافيه كما قلت لك، هي بنافيه العود يعني معروفه بالجوده في العطور وكذلك البخور. وهضروا فيه كميه الكميه محترمه 70 غرام، يعني 70 غرام مزيان. لذلك عطاو معاه هاد المقبض هذا، داروا فيه السميه ديال الشركه وكذلك المعطر ديال اللبن اللي فيه نفس الريحه ديال البخور بثمن جد مناسب كما العاده دائما في سوق الحريه في رواق الخليج. مرحبا بالجميع.